أفادت بعض المصادر أن شابان تعرضا في 11 من يوليوز الجاري لاعتداء بالسلاح الأبيض وعملية غريساج في منطقة ما يعرف بطريق المزاح تجمعتي بالقرب من حي المسيرة بفاس على يد أحد الأشخاص المشتبه فيهم. تسبب في إصابة خطيرة لأحد الضحايا، ترتب عنها نقله على وجه السرعة إلى المركب الاستشفائي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية. هذا وكشفت ذات المصادر أن المنطقة المعروفة بطريق المزاح تعرف حالات متكررة من الاعتداءات وعمليات السرقة بسبب الأشجار الكثيفة التي جعل منها المجرمون وكرا للاختباء وإسقاط المزيد من الضحايا. يشار أنه وفور علمها بالواقع قامت المصالح المعنية بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.